ايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءه روحانيه لمواليد برج العذراء. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه يشرفنا اشتراكك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. واللي حابب يتواصل معنا في الكشف او في تحديد حالته يتواصل معنا واتس ان كان ليه كشف او علاج، ادعم الفيديو به شكرا، وتواصل معنا واتس وراح نكشف لك باذن الله تعالى. بسم الله الكاشف. ارى هنا البعض منكم في قرار مصيري هيغير حياتك، قرار راح تاخذه هيغير حاجات كثيره في حياتك. عندك هنا استلام مبلغ مالي، عندك استلام مبلغ مالي بعد ثلاث نقط يعني ان شاء الله يكون ثلاث ساعات او ثلاث ايام باذن الله تعالى او ثلاث اسابيع. وهنا البعض منكم في براءة من تهمة موجهة ليكم. البعض هنا البعض ارى زواج للبعض، والبعض الاخر هيدخل في قصة حب جديدة. هذا القراءة عامة للرجال ونساء. في قصة حب اراها جديدة. في شخصنا الشخص ده يعني هو سبب معاناتك، ممكن غدر بيك او خذلك هذا الشخص، بس احذر هنا من رجوع للماضي. ما تمسكش في الاحبال الدائبة. عندك بشرة كبيرة، بشرة وفرحة كبيرة واستقرار واطمئنان على شخص، وعندك فكر باذن الله تعالى في تحقق امنية غالية على قلبك، في تغير عتبة من مكان لمكان، تغير عتبة، وفي تخليص أوراق من جهة حكومية. راح تخلص هذا الأوراق وراح تخلص على خير. بس أنا شايفك إن أنت زعلان، في زعل أو حزن دواق، لأنك محتاج مبلغ من المال أو محتاج فلوس، ولكن هتقدر تجيبه بإذن الله تعالى. عندك اكتشاف حقائق هنا، في اكتشاف امور وحقائق حواليك. راح تكتشف مين الست دي، مين الست دي اللي عايزه تدمر حياتك، مين الست اللي عايزه تعطل معيشتك، اللي عايزه تاذيك، اللي عامله لك طاقه وقف، طاقه مشاكل، طاقه عراقيل. راح تعرفها وراح تكتشف. نجمك هيلمع باذن الله في مجال عملك، بس انا شايف هنا اللي حبيته او فرحت بوجوده شخص كسر قلبك، شخص اذاك في مبلغ مالي، وفكر بشديده باذن الله. العتبة الجديدة فيها راحة ليك، فيها راحة ليك. في حدث هنا مفرح ومساعدة مالية راح تأتيك. في مكالمة من شخص قاطع التواصل معاك. شراء البيت او تغير المحل الاقامة هتكون فيه سعيد باذن الله تعالى. في شفاء هنا، الشفاء ده من مرض او استقرار صحي ونفسي. عندك نصرة على ناس اذتك كتير، والناس دي سببت ليكم اذى من قبل، سببت ليكم اذى كبير من قبل، بس نراكم هنا تعبانين وتفكيركم مشتت. في ايام حلوة وتغير للافضل. ماشي، عندك مشاكل عاطفية وعدم استقرار، بس انت بحاجة للهدوء والاسترخاء علشان السحر مسيطر وشديد عليك السحر. بس ارى في شفاء باذن الله تعالى، في شفاء من هذا السحر. راح تشفو بقدرة الله تعالى وتخلص من هذا السحر. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف؟ بس انا بقول لك يعني التقلبات الماديه تعب نفسيتك شويه. وانا شايف هنا عقلك شغال، تفكير في كل شيء حواليك، عمال تفكر في حاجات كثيره حواليك، عقلك شغال في التفكير. شايف في اشخاص حواليك بتحرف عليك كلام
عمالة تتكلم أو بتحرف عليك كلام، ولكنها بتزود على الكلام 20 كلمة. يعني إن قلت كلمة بتزود على كلامك 20 كلمة، احذر منهم. بقول لك هنا أنت يعني محتاجة أو أنت محتاج ترتاح نفسيا وجسديا الفترة دي، عايزك ترتاح. أنا شايفك هنا أنت بتحاول تظهر بصورة يعني مع أشخاص، بتتكلم في ظهرك كلام كتير. شايف علاقتك هنا مع الحبيب الفترة دي يعني على قد ما هتكون مستقرة على قد ما هتكون صامتة. احذر الفترة دي من مشكلة عائلية تتحط فيه، احذر. هتدي لك رسالة من شخص، الرسالة دي راح تجي لك من شخص هيكون فيها عتاب ليك ولوم، هيكون ما بينكم عتاب ولوم في الرسالة دي. عندك شخص هنا كلما حاولت تظهر نقطة ضعفك قدامه بيحاول يتعبك أكتر. الفترة دي هتفكر في رياضة كتيرة. شاف شخص هنا في شغلك هيكون مركز معاك بطريقة هتضايقك وهتتعبك. وعندك هنا بعد فترة في تغير من عمل لعمل آخر. في اتنين أوقات هنا ورب العالمين بينصرك على الشخصين. حديثه معاك بيزعلك، وفي عندك هنا مبلغ بيجي لك بتحافظ عليه علشان بتستخدمه في مصلحة. في شخص هنا علاقتك بيه منقطعة أو فراق بينك وما بينه، وأنا شايف هنا إن علاقتك بتصلح خلال الفترة اللي جاية. دايما علاقتك بيه يعني شايفك هنا، بس دايما علاقتك بيه هتكون غير مستقرة في حياتك. حد هنا شايف هنا، احذر الفترة دي وكن حريص من الناس اللي حواليك، لان في ناس كتيرة بأزياك. في حد هنا اكلت عنده خط لك سحر في الاكل او شرب السحر، لان ارى المعدة تعبانة من تأثير السحر والاعصاب من تأثير السحر. شخص هنا هيعمل معاك حوار عليك في التلفون عشان يخليك تعمل مشكلة مع حد تاني. الفترة دي احذر من العصبية. وعندك موضوع في محكمة او بنك او قرض بيخلص معاك على خير بإذن الله تعالى، رح يخلص على خير بمشيئة الواحد الأحد. اللهم صل على سيدنا محمد. كن حريص. عندك اشياء اتسرقت او شايف هنا في كلام بخصوص سرقة، كلام بخصوص سرقة. ان شاء الله يتم على خير وتخلص القصة دي. شايفك انت هنا صبور، متحمل غلطات الناس اللي حواليك، متحمل غلطات الناس دي اللي حواليك. عندك كمية الصبر، صبور مع العلم انك بتقدم ليهم عطايات كتيرة، بتساعدهم بتدعمهم، عطيتهم كتير وقدمت ليهم عطايات كتيرة. رب العالمين هو اللي هينصرك على امور معقدة حواليك. وكأن شايفك هنا بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات ممكن تقع فيها. في شخص هنا بيقعد معاك وحديثه مش بي يعني مش بيخرج من ذهنك الفترة دي، شايف فترة طويلة. واقول لك عندك هنا حكمة في اشخاص، لان خلي عندك حكمة برضو، وخلي عندك حكمة شديدة، لانها شافك انها تنخدع في مين حلو ومين وحش. شخص هنا لمكان كبير في الدولة، هتحس يعني من طريقته معاك بالراحة والسكينة. بس بحذر من النميمة حواليك، وزي ما يكون في حواليك أشخاص عايزة تظهر فيك عيوب، والأشخاص دي مش كويسة. خلي بالك رب العالمين هينصرك وبيحسن رزقك
بطريقة حلوة وشايف علاقتك هنا مع حد حبيب أو زوج أو حبيب عليك، يعني الفترة دي هتكون فيها كلام كتير، في زعل، عندك شخص هنا هينتقدك، ومجرد انتقاد ليك هتبدأ تغير من نفسك، عندك عملية تجميلية شايفك هتفكر هنا فيها، عندك صداع الفترة دي هيلازمك ووجع في المعدة، عندك هنا شخص هيكون مركز معاك من الفترة للتانية، وكأنه شايف هنا عندك في بلوك بينفك، في بلوك بينفك بينك وبين شخص، بس خلي بالك من المرأة دي، المرأة دي في امرأة هنا مش كويسة، هتنرفزك، المرة دي مش كويسة هتنرفزك، خلي بالك منها، لأن هي الست دي اللي عاملة لك طاقة السحر، سحر مشروب، والسحر ده تعب معاك المعدة، عامل لك عراقيل كتيرة في حياتك، تعبك جدا، تعب صداع، مخنوق، مش حابب تتكلم مع حد، تحس إن الناس بتبعد عنك، مع إنك بتقدم لهم الخير، لكن هم بيقدموا لك الشر، مع إنك طيب معاهم، مع إنك كويس معاهم، مع إنك بتحب لهم الخير، بتتمنى لهم كل الخير، لكن الناس بتتمنى لك الشر. وعامل معاك أزمات المادية، الأزمات يعني ملحقاك شوية خلال الفترة دي من السحر، وأنا شايف بس أنا شايف هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، ديالك الفرحة، ديالك. مهما تروح وتيجي ديالك الفرحة لحدك عندك، لأن قلبك طيب، بس هشافك يعني كترة المسؤولية اللي بتزيد فوق كتافك يوم عن يوم، شايفك هنا انت مستحمل، مستحمل هموم يعني مش قدك، بس مستحملها ومجبر انك تقدم تنازلات عشان المركب تمشي، عشان المركب تسير وتمشي. شايف اشخاص هنا بس خلي بالك بتعمل انها بتحبك، بس الاشخاص دي بتضرب تحت الحزام مش بتحبك، خلي بالك، وبقول لك احذر من الخدع من شخص مقرب منك، وكأن الخدع يعني بيتمنى لك الشر، وشخص مقرب منك هذا الشخص بس مش كويس، احذر، بس الحظ معك. انا شايف هنا هتاخذ قرار هيغير حدات كتيرة في حياتك، شايف عندك سفر مفاجئ او بدك تسافر، شايف هنا هتتواصل يعني بتتواصل مع شخص مهم بالخارج، وهذا الشخص يعني بده يساعدك ويدعمك، عايز يساعدك وهيدعمك بامور مختلفة بالعمل، شايف هنا؟ شايف باب الحظ والنجاح، النجاح اللي بيسألوا على النجاح، شايف باب النجاح موجود ومفتوح أمامكم، والمال والعمل موجود وكبير بإذن الله، لأنك فكرتم صح، وبعد تعب ومجهود ودراسة وسهر صارت وقت تقطف تعبك ومجهودك، بدك هتندح وهتثبت نفسك أكتر، وعندك طريق السفر للخارج هتثبت نفسك أكتر فيه بإذن الله تعالى. شايفنا أمورك تمام، هتبدأ تكون بكويسة، صار وقت إنك تحط مسمى للعلاقة العاطفية، شايف بدك هتاخذ خطوة بخصوص ارتباط مع الشريك، شايفك هنا في فرحة، الفرحة دي يعني من الأهل، شايف بخصوص خطوبة أو زواج أو مناسبة في أرحاد عرفها عنكم، ربنا يجعل كيدهم في نحره. شايف هنا في أشخاص في بيتك أو في حياتك، هذا الأشخاص دي نسيت أصلها وبيتعالوا عليك، ولكن في مواجهة حادة ونصر ليك من الله، عندك كمية طاقات نصر كبيرة، في أشخاص دي، أشخاص هنا حواليك بيحاولوا يمسكوا عليك أي حاجة، عايزين يمسكوا عليك أي غلطة، عايزين يمسكوا عليك أي فرصة، وواقفين لك على الوحدة، ولكن أنت منتصر وكيدهم، لأن قلبك طيب وماشي في الطريق الصح. عندك هنا البعض رح تكتشف أسرار،
راح تكتشف كل حد، راح تكتشف الناس اللي أذياك، وهتتحرر من الكيوت أو تتحرر من علاقة سامة، راح تتحرر من كل هذا. وشايف هنا للبعض شخص مش كويس حابب يكسر قلبك أو يسحب منك مال أو يأذيك. عندك هنا تحقق أمنية غالية على قلبك، عندك راح تغير العتبة، في تغير عتبة راح تغيرها العتبة. بس أنا أراك هنا متضايق وعندك خنقة مزعلاك، مش عارف تفضفض أو عارف تتكلم، في حاجات كتيرة مضايقاك لأنك سمعت كلام ضايقك أو تعبك نفسيا. الخنقة والضيق أو مخزول من حد لأن قلبك أراه مكسور، حد كسر قلبك، حد زعلك. بس أنا شايف عندك البشرة حلوة وعندك أمور، عندك هنا انقلاب سحر وخروج السحر ده، في أنت بتحاول تفكه بأي طريقة أو تخلص منه هذا السحر، وخروج الشر من بيتك بإذن الله تعالى. عندك مبلغ مالي كويس دايلك وهيفك كرب معاك شديد أو هيفك معاك حاجات كتيرة. راح تشتريه المنزل، راح تشتريه وهتنقل من هذا المكان بإذن الله تعالى. في حدث مفرح هيحدث معاك، في مكالمة من شخص أنت منتظرها راح تديك، راح تديك. في حد مريض عندك أنت زعلان عليه لأن راقة دمعة نازلة من عيونك على حد زعلان، حد يعني مريض بمرض أو تعب، والدة أو والدك أو حد عزيز على قلبك، راح يشفى بإذن الله تعالى. وراح تنتصر على الناس دي اللي أذتك كتير وسببت لكم أذى كتير، راح تنتصروا عليها، النصر آتي لكم. أرى حصل مشاكل عاطفية وعدم استقرار، راح تشفى من السحر ده، راح تشفى منه لأن أذاكم كتير وتعبكم وتعبتم جدا واستحملتم ما لا يستحملوا يعني ناس كثيرة، ما حدش يقدر يستحمل اللي انت فيه. سنشافك هنا انت يعني معصب نفسك كثير، اكتر حاجة العصبية ده يالك قوي، متعصب مخنوق. شايفك هنا عندك هنا طال الانتظار، عندك من مدة طويلة وكأن شايفك هنا تعبت من أمور، أمور مش بتكمل معاك بالساهل. أنت هنا على وشك اللي يعني الانتهاء من مرحلة صعبة، راح تنتهي من المرحلة الصعبة لأن أنت مريت فيها بسلبيات كثيرة. وكأن هنا سألت حالك دنيتك هتتغير إمتى، حالك هيتغير إمتى، الدنيا هتفتح معاك إمتى، عمال تسأل نفسك. الفترة اللي جاية بذكائك هتقدر تجيب رزقك، وبعدم ما هينقطعش عنك الرزق. عندك هنا في مقابلة مع شخص مهم، هتنبسط بقعدته معاك. بقول لك هنا الرغي حواليك كتير، واللي عنده حبيب واحد عنده أكتر أو عنده أعداء كتير، والزمن ده قادر يظهر الحلو والوحش، بس يوم ما يظهروش الأشخاص دي حاول تكون حريص وعارف الناس دي، حاول تعرف مين اللي معاك ومين اللي عليك ومين اللي بتقعد معاه تتكلم وتفتكره حبيبك ومين اللي حابب يأذيك. حاول تعرف الناس دي، مش كلها الناس كويسة، لان انا شايفك ان انت في حالة ركود مسيطر عليك من فترة، بس هتنتهي ومن بعد هتبدأ الامور تتلحلح معاك واحدة ورا التانية. بقول لك هنا بتحاول تبعد عن الأشخاص المزعجة أو الأشخاص اللي بتسبب ليك في إرهاق نفسي،
في شخص من العالي هيكون في بينكم كلام، والكلام هيتقلب بخناقة. في شخص بيلجأ ليكم في مشكلة راح تحلها له، هتقف معاه لان انت قلبك طيب وبتقف مع الناس كلها، مش هتقف مع القريب، بتقف مع كل الناس. شايفنا؟ بقول لك الماديات الفترة دي هتبدأ معاك تكون كويس، بس حاول تظبط مصاريفك اكتر لان مصاريفك شايفها كتيرة. حقك رادع ليك حقه هتاخده. احذر من الحبايب يتقلبوا معاك باعداء. احذر من 2 هيتحدوا عليك بس ربنا بينصرك عليهم. ما تحاولش تقف ضد حد، بص لمصلحتك، بص لمصلحتك وبص لطريقك. في مصلحة حكومية بتخلصها، وفي مناسبة حلوة بتفرح بيها، بتلم الحبايب، بتلم العيلة او بتلم الحبايب او بتلمكم لانكم مراكم فرحانين بيه. الهم والحزن اللي دواك او اللي جوا قلبك مش يعني بتعبر بيه لحد، وكأن جواك هموم كتيرة ومحتاج من رب العالمين ان يزيح عنك. في هنا اشخاص انت بتقف معاهم وفي ازماتهم وهم دايما بيمكروا او بينسوا، مع انهم ملاقيوش حد يقف معاهم خالص غيرك اللي وقفت معاهم ودعمتهم وسندتهم، بس هم الاشخاص دي بتاعت مصلحتها زي ما بقول، لهم مصلحة بتخلص خلاص ينسوك او مش يفتكروك، هم بتاعت مصلحتهم لان انت وقفت معاهم كتير في ازمات وهم مكرين. في شخص هنا بيديرك لحدك عندك عشان يعتذر منك لان الشخص ده غلط فيك او اذاك، وانت شكيت اذوتك، شكيت اذاك لله، لان انت هنا محتاج تبعد عن فئه معينه من الاشخاص اللي حواليك لان اشخاص متعدد الوشوش وانت مش مرتاح ولا قلبك مرتاح مع الناس دي. حابب تنعزل تنقل بعيد عنهم او تروح مكان تاني، تبعد من المكان اللي انت فيه. شايف هنا قاعدة ما بينك وما بين حد، حبيب او صديق، شايفكم بتحطوا نقاطكم على الحروف والعتاب او بتلوموا بعضيكم او بتعاتبوا بعضيكم، وفي صلح بعد العتاب ده رح يحصل صلح. حاول يا محتاجك الايام دي تبعد عن اي حاجات تديب لك السلبيات، او تبعد عن السلبيات اللي موجودة في حياتك، واخرج بعيد، اخرج من التفكير اللي انت فيه اللي مسيطر عليك، اخرج شم، اخرج على، اخرج في الحياة، حاول تبص لمستقبلك لان شافك هتمشي على طريق وهتقف على الارض الصلبة، هتقف على الطريق الصحيح وهتوصل لهدفك باذن الله تعالى. الحظ هيفتح معاه قريبا خلاص، وكأن شايفك هتقدر تخرج من التقيد والتكتف اللي انت موجود فيه. في انسانة مقربة منك بتتكلم في ظهرك بالباطل، واحذر من الاستغلال، احذر لان انت قلبك طيب والناس بتستغلك، لانها تتعرض هنا مشكلة مع حد من المقربين. احذر من اللي بيتدسسوا عليك، ناس كتير مؤذية عندك هنا. هتزداد عندك الناس دي، هتحاول بتبص لك وتحسدك لان انت هتزداد عندك حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة، لانك هنا هتحصد ثمر عمل سابق وهتفرح وتكتب بدايات جديدة حلوة. عندك هنا هتقوم بصلة الرحم وزيادة عائلية، او في عندك مشرب مولود، وفي انفراجات رائعة وتغيرات كثيرة قادمة في حياتك، في طريق سفر قدامك غير متوقع وخير قادم لك بإذن الله تعالى. استعدوا للفرحة والمفاجآت، رح يطرق بابكم الحظ والرزق. هو القلق واضح في ملامحك
ووشك ماشي، لكن هتفرح، هتفرح بإذن الله تعالى، بتفاجأ برزق غير متوقع ومال انت نسيته من ايام كثيرة. استعد لحياة جديدة ورزق على ثمر تعبك ومجهودك. وعندك العتبة او الشقة او المسكن او البيت جديد فيه راحة ليك واستقرار وفرحة. عندك هنا مقابلة او لقاء او مكالمة هاتفية مع الحبيب، وفي توضيح امور وعتاب بينكم صلح كما قلنا، لانك انت في فعل خير انت عملته، رد فعله هيكون يعني خير كبير ليك ما كنتش متوقع خلال الايام دي. بس خلي بالك من الغيرة والحسد، بلاش تظهر كل حدا حواليك، اكتب دار على شمعتك عشان الغيرة والحسد من حد قريب ليك حاسدينك جوج. بس انا شايفك انت هنا بتدور على حد هتعصر عليه على اوراق، يعني حدات انت اوراق او مال او حدا هتعصر عليه تايها منك او حد، رح تنكشف هنا، رح تكشف اسرار وظهور اشخاص حقيقتها، هتظهرهم على حقيقتهم، هتظهرهم. في نجاح منكم هنا كبير في الدراسة، نجاح بإذن الله تعالى، في نجاح كبير في طريق ليك هتدي لك، في رسالة حلوة قوي هتدي لك وهتفرح قلبك رغم ان دواك يعني حزن او زعل او دواك تفكير كتير. والفلوس اللي هتدي لك والمفاجآت الحلوة انها ان شاء الله هينتهي الشر كله. في هنا زيارة عائلية هتعيد المحبة بعد خلاف بين اخوة او ابناء او نسب. في خير كتير هيجي لك هيغير حياتك فوق ما تتوقع. الايام المقبلة ستكون عبارة عن فتح الابواب المغلقة اللي كنت تحاول فتحها، فاستغل كل الفرص اللي تقع امامك حتى تصل الى ما تريد. في علاقة جديدة حلوة مع شخص بتشعر معه بالسعادة والتطور علاقتكم بالارتباط الرسمي، في رجوع للمنفصلين. بس حاولوا تخلصوا من طاقة السحر اللي عندكم عشان يتم يصلح الرجوع، لان في كلام صاير ما بينكم وجدل. في شخص عاوز يستغلك، خلي بالك، خلي بالك من الاشخاص اللي حواليك والاشخاص اللي بتحبك والاشخاص اللي بتتمنى لك الشر. اتمنى من احبابي في الله يدعمهم.